هنا وسلطات أمينة تبدأ وعلى الورد القرآن يحمل لقاء أمان الذين يمشون سيد حاج عربي اليوم مناسبة عيد الاستقلال للشباب وتبع لتوجيهات سيد والي الولاية قمنا طبعا في مركز ثقافي إسلامي لأبي سيدي الشيخ بتكريم حافظة القرآن الكريم بهذه المناسبة حيث لدينا يعني تكريم حوالي 17 حافظة للقرآن الكريم وعشر مجازات تم تكريمهم في هذا الحفل بهذه المناسبة احتفالات مخلدة الوحدة بعيد الاستقلال كان في تكريمات جد قيمة من طرف سيد والي الولاية والحمد لله رب العالمين هذه وليداتنا ولازم نشجعهم وبارك الله فيكم هذا مجلس إقراء نيابة عن سيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف ومؤسسة المسجد ومدير الشؤون الدينية والأوقاف كما قلت أن نكرم هؤلاء الصبية وأن يكون هذا الاحتفال من أجل تكريم الأطفال وبنات هذه المنطقة من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحفظ كتاب الله عز وجل من البنات والأولاد ومن أكرمهم الله سبحانه وتعالى كذلك بأن تحصلوا على إجازات وإجازات في علم التلاوة أو في اللغة العربية فأردنا أن تكون هذه الاحتفالات أن نجمع بين الاحتفالات أردنا لكل الأخوات يسعينا بليل هذا الشرف وهو يعني الحمد كتاب الله في صدوري بنا وأشكر كل من ساعدني من قريب ومن بعيد تكبير الله